السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مرحبا بكم أصدقائي الكرام، مرحبا بكم اليوم إن شاء الله. إذا ارتأيت أن أخرج عندكم اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو من أجل أن أقوم بإعطائكم آخر المستجدات التي تعرفها سويس كوين، وكذلك ما هي الخطة التي سوف نعمل بها إن شاء الله مستقبلا. إذن يا إخوة الكرام، بعدما شاهدتم تقديم البرنامج الربح منه وكيف كذلك يعني في الفيديوهات السابقة التي قدمت، اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أقدم لكم يعني آخر المستجدات. كما لاحظتم جميعا، اليوم يعني يوم 14/6 يعني ظهر تقريبا سبلايت، وكذلك ظهر ثمن العملة الذي سوف الذي عفوا بدأ في 0.8 و0.03 اورو. ولكن اخوان الكرام، بالنسبه للاخوان الذين يسالونني عن شراء الباقات يعني خاصه في الدول العربيه، لا نستعجل الامر اخوان الكرام، ننتظر بعض الوقت يعني اسبوع او اسبوعين. لماذا اخوان الكرام؟ لان لم يتم فتح بعض البنوك الالكترونيه، يعني لا يوجد باير، لا يوجد بيزا. لهذا إخوة الكرام، أنتم تعرفون بالنسبة للدول العربية فلا يوجد لدينا تحويلات بنكية في الخارج، وبالتالي إخوة الكرام فلا نستعجل الأمر، لأن هذا المشروع نمشي معه درجة درجة، لا نستعجل الأمر. كلكم إن شاء الله سوف نجد لكم الحل المناسب من أجل أن تأخذوا باقتكم إن شاء الله، لأن هناك عدة طرق، هناك طريقة البيتكوين، هناك طريقة البنوك الإلكترونية، كل من باير وبيزا، وهناك كذلك إخوان الكرام التحويلات البنكية، من يتوفر عليه، من يتاح له تحويل الأموال إلى الخارج، فهناك حساب بنكي يمكن أن تسير إليه المال. ولكن لا نستعجل، لأن إخوان الكرام بالنسبة للافتتاح أو بالنسبة للمشروع فهو لم يبدأ 100%، بدأ يعني تقريبا نقول 60% 70%، ولكن يعني يلزمه بعض اللمسات الأخيرة. وهكذا لا نستعجل إخوة الكرام، ما زال لدينا متسع من الوقت من أجل أن نستثمر ونحصل على باقتنا، وكذلك يتم التعدين. كذلك سوق التعدين إخوة الكرام اللي هو مهم، اللي هو سوق التعدين، فلم يفتح بعد بالنسبة لسوق التعدين العمولة. إذا فلا نستعجل الأمر، فأنا إن شاء الله سوف أساعدكم إخوة الكرام جميعا من أجل أن تحصلوا على باقتكم بمجموعة من الطرق. كذلك إخوان الكرام، بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله، يعني في هذا الأسبوع سوف نبدأ إن شاء الله بتكوين مجموعة على الواتساب. إذا من رغب أن ينضم إلى الواتساب فمرحبا به، سوف أضع يعني رقمي الواتساب أسفل هذا الفيديو، يمكن أن تبعث لي رسالة سوف أقوم بإضافتك. كذلك سوف أرسل إيميلات إليكم إلى جميع الشبكة، وبهذا يعني بهذه المناسبة أقدم التهنئة للأصدقاء والإخوان الذين استغلوا هذه الفرصة واستطاعوا أن يكونوا فريق بكل سهولة، ما شاء الله. ونتمنى لكم كذلك إن شاء الله النجاح والاستمرارية في التسجيلات لا زالت مستمرة، كذلك إعطاء البونس، استفيدوا منه إخوة الكرام، البونس الذي يعطونه مجانا يعني قيمته تقريبا 80 يورو، فهذا شيء ممتاز كذلك. سوف تكون شروحات مستقبلية إن شاء الله يعني على جميع المحاور، جميع يعني الخاصيات التي يحتوي عليها المشروع. كذلك إخوة الكرام، سوف أشرح المكتب الافتراضي جيدا، وهذا ما سوف أقوم به إن شاء الله في هذه الحلقة كي لا أطول عليكم كثيرا إن شاء الله. على بركة الله نبدأ إخوة الكرام بشرح المكتب الافتراضي للعملة الجديدة الرقمية السويس كوين، وأول حلقة إن شاء الله سوف تكون على موضوع تفعيل الحساب بإرسال الوثائق الهوية وكيف سوف نعمل ذلك إن شاء الله. إذا بعد هذا الفاصل إن شاء الله إخوة الكرام نلتقي، ولكي نشرح لكم طريقة رفع المستندات وإرسال هويتكم من أجل تفعيل الحساب والاستفادة من أرباحكم. إذا بعد قليل إن شاء الله نلتقي إخوة الكرام. إذا مرحبا بكم أصدقائي الكرام من جديد. إذا هذا هو المكتب الافتراضي لسويس كوين، كما تلاحظون أمامكم إخوة الكرام الجديد الذي ظهر هو ظهور ثمن السويس كوين ب 0.03 يورو كبداية، وكذلك ظهور السبلايت
نعم. إذا إخوة الكرام، كي نطول كثيرا، موضوعنا اليوم هو تفعيل الحساب. إذا تفعيل الحساب فهو بسيط جدا، تضغط على بازيك داتا بهذا الشكل، ثم فيريفاي باك داتا، يعني تضغط على فيريفاي. نعم. إذا سوف تجد هذا النص يقول لك أن تقوم برفع سواء البطاقة الوطنية أو الباسبور. إذا بالنسبة للإخوة الكرام، يا إما ترفعون صورة، يعني صورة، سوف أشرح لكم كيف سوف تضعون هذه الصورة، يا إما صورة من البطاقة الوطنية أو صورة من الباسبور. نعم. إذا تضغط هنا على الأي دي، يعني باسبور بهذا الشكل، ثم تذهب من أجل أن تختار الصورة، يعني صورة البطاقة الوطنية أو الباسبور. نعم. إذا تكون بهذا الشكل، يعني تكون صورة من الأمام ومن الخلف مندمجين مع بعض في صورة واحدة. إذا الإخوة الذين يعرفون عمل هذا الشيء يعطونه إلى السيبر، أو يعني محل مختص في هذا الشأن، سوف يقوم لك يعني بإنشاء هذه الصورة إن شاء الله. كذلك إخوة الكرام، لما تضغط على أوفغير، يعني تضغط هنا، سوف تقوم ب سوف يتم تحميل الصورة، يتم تحميلها في المكتب الافتراضي. كذلك إخوة الكرام، كذلك تحميل دليل السكن. نعم، دليل السكن. بالنسبة للإخوان، دليل السكن يجب أن تكون إما فاتورة الإنترنت، أو فاتورة الهاتف، أو فاتورة الماء والكهرباء، أو فاتورة الغاز، يعني الفاتورات المعروفة، أو السجل البنكي، يعني السجل البنكي. كذلك يكون فيه عنوانك، وكذلك اسمك الشخصي أنت، ليس إخوان الكرام اسم الوالد أو الوالدة أو الإخوة، يعني اسمك الشخصي أنت. إذا كنت يعني تكتري محل وليس لديك مثلا بعض الفواتير أو من هذا الشأن، فمن الأفضل أن تقدم لهم السجل البنكي. السجل البنكي، تذهب إلى البنك، سوف يعطونك سجل بنكي فيه العنوان، وفيه كذلك الإمضاء، يجب أن يكون الإمضاء البنك، يعني عليه خاتم البنك، ليكون وثيقة معترف بها. أوكي. كذلك بالنسبة للإخوان الكرام، شركة الاتصالات لما تأخذ فاتورة يجب أن يكون عليها خاتم الوكالة أو خاتم شركة الاتصالات، كي يتم تعريف الوثيقة بشكل رسمي وليست وثيقة مزورة، إذا كي يكون شيء واضح. كذلك إخوان الكرام، المرجو تفادي إخوان الكرام تزوير الوثائق واستعمال برنامج الرسام من أجل يعني تغيير المعلومات، فأنتم إخوان الكرام تتعاملون مع الألمان. الألمان إخوان الكرام فهم من الأشخاص يعني الجديين، فلنكون كذلك نحن جديين معهم، لأنهم سوف يكتشفونك بسهولة، وسوف يرجع عليك هذا بضرر، ولا نرغب إخوان الكرام أن يرجع عليك ضررا في هذه الأمور. من الأفضل أن نشتغل بجدية في هذا الموضوع، يعني هذا بين قوسين. نعم. إذا قلت بالنسبة للخانة الأولى ترفع الأي دي، يعني بطاقة الوطنية أو الباسبور، وفي الخانة الثانية ترفع دليل السكن لقد تكلمت عنها، اللي هو فاتورة، كيفما كانت فاتورة الكهرباء أو فاتورة الماء أو فاتورة الإنترنت أو فاتورة الغاز أو السجل البنكي أو بعض الفواتير التي تدل على سكنك، ويتم بعد ذلك إن شاء الله تفعيل الحساب. بالنسبة للإخوان الكرام، الإخوان الذين يقولون لم يجيبونني أو شيء، راه إخوان الكرام قلنا لكم من الأول، راه المشروع لا زال في بدايته، لا زال تنظيمه في البداية. إذا إخوان الكرام، يجب أن تنتظروا بعض الوقت حتى يبدأ فريق العمل، يعني فريق عمل الشركة بالالتحاق، وسوف إن شاء الله يقومون بتفعيل حساباتكم جميعا. المهم أن ترسل هذه الوثائق كما قلت لكم إخوان الكرام، راه إن شاء الله سوف يجيبونكم، وسوف يظهر لك في حسابك أنه تم تفعيل الحساب بنجاح. أوكي. الآن إخوان الكرام، سوف نمر إلى أمر آخر، اللي هو ملء المعلومات الشخصية داخل المكتب الافتراضي، لأني لاحظت أغلبية لم يقومون بملء هذه المعلومات، ولكن إخوان الكرام، من المفروض أن نملأ هذه المعلومات الشخصية لأنها ضرورية
من أجل أن يقومون بمقارنتها مع الوثائق التي ترسلها لهم. إذن إخوة الكرام، الأمر بسيط، فقط تضغط دائما على Basic Data ثم My Data بهذا الشكل، ثم تضغط على Edit Account هذه بهذا الشكل، فتقوم بملء المعلومات الشخصية، يعني First Name، Last Name، اسمك الأول ثم اسمك الثاني، ثم هنا تختار هل أنت ذكر أم أنثى، ثم هنا تاريخ الازدياد، يعني تاريخ الازدياد، ثم هنا تملأ العنوانك الشخصي، الدولة، الجهة، جهات التي تقطن بها في بلدك، ثم البلد، المدينة، ثم الرمز البريدي، ثم رقم هاتفك سواء كان فيكس أو موبايل، ثم الباسبورت، يعني رقم الباسبورت الذي بعت، أو البطاقة الوطنية، ثم تاريخ انتهاء البطاقة الوطنية، لأن الباسبورت والآي دي هي البطاقة الوطنية، ثم الإيميل الخاص بك هو يكون هنا مكتوب، ثم هنا تملأ البنك، يعني حسابك البنكي، اسم البنك، ثم الإخوان الذين يسألون عن برانش نايم، يعني برانش نايم، هذا بالنسبة إذا كان بنك، إذا كان هذا البنك لديه اسم آخر أو اسم ثلاثي بهذا التعبير إذا فهمتم. إذن الإخوان الذين يعني لديه اسم واحد فقط يكتب هنا اسم البنك، ثم يتفادى يتجاوزها لأنها غير مهمة. ما يهم هو الإبان، يعني رقم الحساب، ثم سويفت كود، يعني معروف بالنسبة للبنك، فهناك رقم حساب إبان، هناك سويفت كود أو ما يعرف عليه، يعني الرمز البنكي، ثم البلد الذي يتواجد فيه هذا البنك، وهنا تملأ حسابك في الفيسبوك إذا رغبت في ذلك، ثم تويتر كذلك تملأه بالنسبة لهذه الضريبة، بالنسبة لهذه، يعني ما لديه شركة أو من هذا القبيل، يملأ هنا رقم الضريبة، خاصة هذا خاص بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن لديهم هذا الرقم الخاص بالضرائب أو بعض الدول المتقدمة، أما بالنسبة لنا احنا في الدول العربية فهذا لا يهم. ثم تضغط على Update Profile من أجل يعني تحميل المعلومات ليصبح حسابك يعني جاهز، وهنا كذلك تقوم بالصورة، بوضع صورة شخصية لك، كذلك كتعريف لك في هذا العمل أو في هذه الشركة. نعم. إذن إخوان الكرام، أتمنى أنكم استفدتم في هذه الحلقة، وأن تقوموا بهذا العمل إخوان الكرام جميعكم، لكي يكون حسابكم أكتيف أو حسابكم مفعل، وتستطيعون الاستفادة من أرباحكم إخواني الكرام. إذن أضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة، ستكون حول موضوع الاستثمار وشراء الباقات إن شاء الله، والطرق التي سوف نستعملها إن شاء الله. إذا لذلك الحين أضرب لكم موعد إن شاء الله في الحلقة المقبلة، وأقول لكم في الأخير فرصة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.